دام هي اللي دات لي هادشي. ندمت انا ملي دخلت السجن، ندمت على هادشي تا درتو. انا ناضي في محمد، وقبل كل شيء الله ينصر سيدنا والحكومه، وانا كتاب عليا المكتوب. انا استاذ كتاب عليا السن في سن المراهقه، باقي عندي يلا شي 24 عام حتى الجريمه هذه، ولكن تحكمت انا بالسجن المؤبد. واللي كتشوف تجاه وكتشوف انسان خرج من الدار ديالك هو بعيد منك، ما ساكنش في الدرب اللي انت فيه، بعيد منك، خرج من الدار ديالك وتم غادي. انا دخلت الدار درت هاد الجريمه، لا ما كنعرفو ما والو، عمري جمعت معاه ما بينه وبينه الا الخير والاحسان. وهو ما مجوج ما والو، هو المهنه ديالو هو خياط، كيخيط هاد الشيء ديال النساء اللي فيها. والله اعلم انا مهما في باللي هو شدو وحضر معايا، اللي هو شدو وحضر معايا اللي المهنه ديالو المحامي، وداك الشيء هو اللي جاب لي الخبر ديالو المحامي ديالنا حنا. وانا ما ندمت على هادشي استاذ تا درتو، ودوزت 22 عام من ديال السجن، ومرضت في السجن هنا، وليت كنشرب واحد الدواء هو ديال الراس، وعندي الدواء ديال المعده، عندي الاعصاب، باش ما خرجش معايا انا شي مهنه من هاد السجن. انا مرضت نفسيا، اضطرت مرضت، قريت واحد السنوات، ولكن ما يجيك القرايه كاع شويه باش ما خرجش معايا انا شي صنعه من هاد السجن. ان المرض اللي دار لي هادشي، الندامه هي اللي دارت لي هادشي. ندمت انا ملي دخلت السجن، ندمت على هادشي تا درتو. وكنطلب من الناس ما عمرهم يديروا بحال هادشي، الشباب او هذا عمرهم ما يديروا بحال هادشي اللي درت انا، ولكن ندمت بلي هاد الوالده هادي كانت صديقه ديالها، هي اللي قالت لي نوض ولدي خذ هاد المراه وكذا، وهي عندها واحد الدار وهادي. يا واخدتها كتاب عليا المكتوب معاه، قلت ودي فيه جوج رجاله وانا هو الثالث. وكتاب عليا المكتوب تحكمت في السجن المؤبد 8 ديال الشهر اوستاذ، 8 ديال الشهر. مرضت انا في السجن باللي خرجت دوز 22 عام، جا العفو من سيدنا نصره الله، خرجت 2015. لقيت كل شيء تبدل اوستاذ، الوالدين ماتوا، خرج لقيتهم ماتوا، حتى الشباب اللي كنت انا مرافقهم في سن المراهقه خرجت ما عرفتهمش. على الناس اللي كيقول لي هذا راه فلان، هذا راه فلان، هذا راه فلان. وباللي خرجت دوز واحد 15 يوم مع العائله والناس، جيت لواحد الجمعيه ديال سيدنا، هنا عطوني واحد الورقه في الشن ديال اسفي، قال لي سير انا دوزت هادشي فيه الشن ديال اسفي. جيت عطوني هذيك الورقه، جيت للسجن ديال اللي محسوب علينا جديده، عطوني واحد الورقه قالوا لي سير للدار البيضاء لهاد الجمعيه اللاحقه بالشجانه اللي داير سيدنا. وجيت عندهم مديتي ماك بطاقه الخروج باش خرجت، استقبلوني قال لي اش بغي، قلت ما نبغي شي حاجه، شي موتور طريب موتور ديال الحوت، او شي بيع او شريا، او دمجوني شويه ندير المستقبل، راني باقي بلا جواج، باقي بلا وليدات، بلا والو، بلا وليدات، بلا والو. ايوا قال لي واخا سير تنعيطوا عليك، عطوني النمره ديالهم، شدوا من النمره ديالي، كنعيط عليهم باللي كنعيط عليهم ما كيجاوبونيش، كنبقى نصوني ما كيجاوبني حتى واحد، كنشوف تنعيا ثاني. نفعوني الناس باللي خرجت عطوني ديك الفلوس باش كنمشيو نجي لهاد الجمعيه اللي داير سيدنا. كنرجع ثاني عندهم كيقول لي سير اليوم غدا، اليوم غدا ارانا النمره، هاك النمره، كنمشي ثاني كنصوني تنعيا شي حاجه ما كاينه. نعاود ثاني كنرجع عندهم بهذيك الفلوس مخليها انا باش نرجع عندهم، بلي رجع ثاني عندهم غادي تفرح، غادي تدير، غادي هادي، سير تنعيطوا عليك، سير تندير، هاك صوني علينا، كنصوني ثاني والي. واحد الخطره رجعت قال لي سير للعماله، ملي مشيت للعماله قال لي الجمعيه ديالكم هي اللي دايركم سيدنا، هي ديال الشجان. كان جيت ثاني للسجن ديال الجديده، قلت لي صيفطوني عندهم، قلت لهم الناس راه ما داروا معايا والو، قال لي ما عندنا ما نديروا لك.
عاودت رجعت للعمالة، دخلت عند المدير ديال هذاك الموظفة ديال العمالة، وهذاك المدير لا هو يستقبلني شي استقبال لي. انا كنت كنضرب الموسيقى استاذ، كانت الحرفه ديالي موسيقى، ندير هادشي ديال الجروب، هادشي ديال هذا هو اللي كنت كندير. وما دابا ملي خرجت انا ما بقيت، راه 22 عام ما بقيت نعرف لا الموسيقى لا والو. مرات استاذ هاد الدواء هو انا تاثرت انا نفسيا، قريت واحد 6 سنوات ولكن ما كملت شويه، بخير استافدت شويه، ولكن المرض اللي ما خلانيش تاثرت نفسيا هاد الدواء هو اللي كنشرب باش ما كملتش انا ولا خرجت شي صنعه. وهاد الناس استاذ ما داروا معايا والو، مشيت للعماله قلت لك عاد هذاك السيد المدير ديال عود ثانيه المرتين مشيت عنده شتو، وهذاك المدير ديالك الموظف دويت معاه، عاد بقيت داوي معاه، خرج تبعته في الكروه. واو استاذ واو استاذ، قلت ليه ما بغيتيش تساعدني عدوي معايا؟ قلت ليه نشوف السيد العامل. قال لي السيد العامل عاد ساهل باش تشوفه، ومازال كنت شت السيد العامل غيعطيني وقت ويفرحني. هاد السيد راه ما بحال اللي ما دايرش موت في باله، بحال اللي تقول السيد راه ما عطاش بغا يعطيني. بقى عندي ما ندير استاذ، انا ملي خرجت كنت تحس على واحد السيد دار فيا خير، راه باقي دايرو فيا درك. عطاني واحد العرابه كنت كنبيع الماء في الديور، كنصور ديك 700 50 درهم 800، ودابا كلشي الناس دخلت الماء. استاذ انا راني عابرك باش عيطت عليكم 14 وانا عابرك، وقسما بالله لا رمضان كنخمم باش غندوزو، والله الا كنخمم فيه باش غندوز. هاد الدواء راه كيشريو ليا الناس هاو. الطلب ديالي استاذ انا كنطلب من سيدنا نصره الله محمد السادس ومن الحكومه او من الناس المحسنين يرفقوا بيا، راني ما عنديش حالات العوده إن رجعت للسجن باش غيقولوا هاد الناس راه هو مجرم. راني ما عمرني رجعت للسجن 6 سنوات دابا، ليله وحده ما عمرني حتى في البريكاد ولا في الكوميسارية. انا ندمت انا باش مرضت، راه في السجن ندمت استاذ باش انا مرضت. يديروا لي انا شوفوا لي شي، يعطيوني شي حاجه ديال الفلوس او نشوف شي محلابه، كاينين دراري ولاد اختي قاري اللي هما يساعدوني وهذا، وتكون عليا مراقبه. إن انا ما نبلي بشي مخدرات او شي حاجه، انا كنشرب الدواء ما كنحملش شي حاجه ديال المخدرات اللي طلع لي قال الراس ديالي تاثر علي، وتكون عليا مراقبه او من هاد الجمعيه ديال سيدنا شي طريبورط ويدمجوني بشويه ديال الفلوس، وتانا ندير وليدات.